جيلي كولوراي واحدة من أربع سيارات موجودة عند جيلي الوعلان، الوكيل الجديد لسيارات جيلي. هذا يعتبر كروسوفر صغير الحجم ومرتب حجم الماكينة، وركز معي 1005 ثلاثة سلندر وبقوة 177 حصان والعزم 255 نيوتن. هالقطمة هذا هالصغير هاللي تشوفه هذا قوة الحصان 177 حصان، العزم 255 نيوتن. الجير 7 سرعات وحجم التانكي 45 لتر. صار عليه تحديثات جدا بسيطة، من ضمنها الجنط لون أسود ويختلف الشكل. الفئة اللي معنا هذه تعتبر أعلى فئة كولوراي بلس، راح يكون هنا عندنا النور الإيدي جاي على شكل عدسة، والشبك اللي جاي من داخل بإطار أحمر، زايد الحساسات الأمامية، وجه جاي بشكل رياضي. الجنط اللون أسود مقاس 18 كليبرات باللون الأحمر. الجهة الجانبية المقابض بنفس لون السيارة، والسقف باللون الأسود، زايد السلة العلوية اللي جاية بلون فضي، زايد الإطار كروم اللي جاي كامل على الجهة الجانبية، وعندنا هنا الخط اللي جاي باللون الأسود، مراية اللي جاي بنكشة قريبة نكشة الكاربون فايبر، زايد خط الإشارة اللي جاي هنا، وهنا عندنا الكاميرا لأنه فيه أربع كاميرات. الجهة الخلفية راح يكون عندنا 6 حساسات، وركز معي بعدد الحساسات. مخارج شكمان جاي بشكل رياضي وبعدد 4 مخارج شكمان، وهنا راح يكون فيه الإطار مكتوب عليه جيلي، زايد اسطبات الإيدي، وزايد يطول العمر هنا راح يكون اسم الفئة كولوراي بلس. هو يعتبر أعلى فئة بفئات الكولوراي، راح تتوفر بثلاث فئات. وهنا عندنا جناح خلفي راح يكون مكتوب هنا حرف الاس، زايد سقف البانوراما، وزايد السلة العلوية. وهنا عندنا الشنطة الخلفية جاية بحجم تعتبر حجمه متوسط مقارنة بحجم السيارة، وإضاءة هنا 12 فولت والغطاء حق الأغراض. وعندنا هنا شنطة كهرب. صرفية الوقود يمشي كلتر 17.8، وحجم التانكي 45 لتر، بنزين 95. الصف الثاني مراتب جلد باللون الأحمر، وعندنا هنا تكاية بالنص، وفي مخرج USB. هذا شكل المراتب، وهنا جهة السواق. الطبلون جاي بشكل أو لون قريب للعنابي. وهذه الداخلية، الطبلون شاشة، وهنا عندنا شاشة، وراح تكون فيه 360 درجة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله.